لا تزال قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في العراق المعروفة إعلامياً باسم سرقة القرن تتفاعل، ولكن ما أشعلها بزيادة كان استدعاء مجلس القضاء الأعلى العشرات من كبار موظفي الحكومة إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة. أحدث المستدعين كان نائب في اللجنة المالية النيابية للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمد في أموال الدولة، وأضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بمصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيق من قبل الجهات الرقابية. النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي أكد في بيان أن البرلمان لن يتهاون أمام أكبر سرقة في تاريخ العراق، وسيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة في السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام. وفق ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، قامت 5 شركات وهمية بتنفيذ تلك السرقة بالتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب. وما بين هذه المناصب ومبلغ 2.5 مليار دولار الذي سرق، أصبح هاشتاغ سرقة القرن هو الأكثر تداولا في العراق، وشارك فيه شخصيات بارزة مثل الناشط العراقي صلاح العرباوي الذي غرد وقال: اطلعت على بيان سرقة القرن، المسؤولية تقع على اللجنة المالية النيابية، مكتب رئيس الوزراء، الهيئة العامة للضرائب، ووراءهم الأحزاب المتنفذة، نريد معرفة الحقيقة كاملة، نريد أن نراهم خلف القضبان. أيضا الإعلامي أحمد العسكري قال في هذه التغريدة: العراق يشهد اليوم أكبر عملية نهب في التاريخ، تستحق أن يطلق عليها سرقة القرن. في المقابل أشار الإعلامي العراقي زيد الأعظمي وقال: مقدار خسارة العراق في مزاد بيع العملة بلغت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي منذ 2004 ولغاية شهر سبتمبر 2020. انتقد مروان محمد مصير ملفات الفساد مغردا: آلاف قضايا الفساد ذهبت إلى القضاء وانتهت بحساب دون عقاب. قال حساب يحمل اسم نور الهدى أيضا في هذه التغريدة: لكي يعاد الاعتبار لهيبة العراق وسمعته وكرامة شعبه، عليهم أن يصبحوا عبرة لكل من بعدهم. معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي زياد العرار، أهلا وسهلا بك. بعد انتشار قصة سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات هيئة المصارف العراقي، ما هي خلفيات هذه العملية وكيف تم كشفها؟ شكرا جزيلا. عملية منظمة، واضح أنها تشبه عمليات المافيات. إبعاد ديوان الرقابة المالية، الجهة العليا المعنية بالتدقيق، عن التدقيق في أمانات هيئة الضرائب، كان أولى هذه الخطوات، ومن ثم توالت الخطوات بإنشاء شركات يعني يبدو أنها ليست وهمية فقط، وإنما هي شكلية برأس مال لا يساوي 700 دولار. استطاعت هذه الشركات، وعبر التأثير السياسي وعبر الفساد السياسي الذي نظم هذه العملية، عملية السرقة هي بحد ذاتها ممكن أن نوصفها سرقة واحتيال ونصب واستغلال وظيفي وكل شيء. لا زال التحقيق طبعا جاري مع كبار المعنيين في هذا الموضوع وصغار الموظفين، وتمت هذه العملية بسحب هذا المبلغ الكبير الذي يمكن أن يكون إنقاذ للوضع العراقي في المجال الصحي والمجال التعليمي وغير ذلك. بهذا المبلغ الكبير كان يمكن أن يبنى العديد من المستشفيات والآلاف من المدارس، لكن في هذا السياق هذا إلى أي مدى تعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد السياسي؟ وما هي برأيك أسباب تكرر هكذا أفعال دون رادع؟
المحاصصة والمغانمة التي تنشأ عليها العملية الحكومية والعملية الإدارية في العراق هي السبب في استشراء الفساد السياسي، والفساد السياسي سيطر ونظم للفساد المالي والإداري في المشهد العراقي، لأن هناك زعامات وهناك قيادات تحمي الموظف وتحمي الإداري عندما يقوم بعملية الفساد، سواء كان هذا الفساد إداري أو مالي أو غير ذلك، ومن ثم تحميه من المحاسبة وتحجب عن القضاء القضايا بشكل عام وإثباتاتها وأولياتها. وكثيرا ما ذهب المشهد العراقي إذا تتذكرين حضرتك إلى تشكيل لجان، تشكيل لجان في عمليات سرقات وفساد كبيرة، لكن لم تنتهي إلى نتيجة، إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة، هذه الحادثة التي سميت بفساد القرن أو سرقة القرن، لأنها التي كشفت قد يكون هناك مبالغ أكبر من هذه المبالغ سرقت لكنها لم تعلن لحد الآن، وبالتأكيد ستتداعى الملفات المتعلقة بالفساد في المرحلة المقبلة، بما أن هناك جو عام يطالب بمحاسبة المفسدين والفساد واسترداد الأموال العراقية. طيب، بحسب آخر المعلومات، هل عرفت أسماء المتورطين بهذه القضية؟ وما مدى إيمان الشارع العراقي بأن المحاسبة ستتم بشكل شفاف وواضح وقانوني أيضا؟ بالنسبة للمواطن ما عنده ثقة يعني باللجان التحقيقية وبالمسائل لأنه الفساد محمي، لكن هذه القضية وارتدادها وانعكاسها على الشارع بالتأكيد سيجبر القوى السياسية عن أن تتخلى عن حماية من تورط بها. إذا تخلت القوى السياسية سيتخذ القضاء إجراءاته، وهيئة النزاهة استدعت كبار المعنيين بهذا الموضوع، المحكمة بجانب الكرخ المعنية بالتحقيق استدعت كبار المعنيين. بالحقيقة هناك العشرات بل المئات من تم التحقيق معهم، وبالتأكيد ستكون هناك نتائج كبيرة على هذا المستوى، لأنها قضية رأي عام في المشهد العراقي لم تتعلق بالفساد فقط، وإنما تتعلق بالتلاعب بمستقبل الشعب العراقي ومقدراته وأمواله، وشعب يعاني من قلة مستشفيات ومدارس وبطاقة تموينية إلى آخره. أعتقد أن هناك نتائج ستكون ملزمة. طيب، بالحديث عن الشعب وردة فعله، هاشتاغ سرقة القرن تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، وكان هناك الكثير من التعليقات اليائسة والتي أشارت على أن لا شيء سيحدث ولا أحد سيحاسب. هل سيختلف مصير هذه القضية برأيك؟ الحقيقة حقها الناس، يعني لما تنظر إلى أنه تتوقع ما راح يصير شيء حقها، لأنه لجان كثيرة لم تأتي بنتائج وصفقات كثيرة على مستوى وزارات، على مستوى أسلحة، على مستوى مواد غذائية، كهرباء، وملف الكهرباء وما أدراكم ما ملف الكهرباء في العراق. هذا أعطى يعني تحبيط، وأصبح المواطن العراقي يشعر بأنه لا جدوى من عملية التحقيق. لكن في هذه القضية بالتحديد أنا أرى العكس، أرى أن هناك إصرار وجدية من القوى المعنية بالأجهزة الرقابية والقضائية من أجل وضع حكم حقيقي بحق المتورطين في هذه السرقة وهذا النصب والاحتيال على أموال الشعب. وأعتقد أن القضاء يستطيع أن يقرر الشيء الصحيح إذا ما ارتفع أو رفعت القوى السياسية يدها عن التدخل في المشهد، ومن إخفاء أدلة، من إصدار يعني مبررات قانونية للقضاء، ويعني بين قوسين الأحزاب هي المسؤولة وليس السلطات القضائية. شكرا لك، كنت معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي زياد العرار.